السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص والذي سيجمعنا بشخصية رياضية كبيرة على مستوى مملكة البحرين. قبل أن نتحدث عن هذه الشخصية بالتأكيد نتحدث عن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجميع الرياضات وتحديدا نتحدث عن كرة القدم التي أصبحت الشغل الشاغل بالنسبة للشارع الرياضي في مملكة البحرين في الفترة الماضية. دعم سمو الشيخ ناصر من الدوري المحلي الذي انتقل إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز تطلعات كبيرة بالنسبة للشارع الرياضي وتحديدا كرة القدم لنقلها إلى العالمية من خلال بطولة كأس العالم والتحدي القادم وخارطة الطريق التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد وسط اهتمام القيادات الرياضية في هذا الشأن. بالتأكيد نتحدث الآن في هذا الحوار الخاص مع رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة. مرحبا بك الشيخ. مرحبا فيك أخوي عيسى، رحب فيك ورحب في قناة البحرين الرياضية. أتمنى إن شاء الله نكون خفيفين على ضيوف هذه الحلقة ونستجيب لجميع الاستفسارات التي تخص كرة القدم في مملكة البحرين. إذن مشاهدينا نبدأ هذا اللقاء بالملف الأول وهو ملف بيت الكرة. إذن مشاهدينا نتحدث عن ملف بيت الكرة وهو الخاص بالاتحاد البحريني لكرة القدم. نتحدث سعادة الشيخ عن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة واهتمامه الكبير في الفترة الماضية بكرة القدم مما أعطى زخم كبير بالنسبة لهذه اللعبة، وشفنا تحركات أيضا من القطاع الخاص بالاهتمام في هذه الرياضة. طبعا أولا لا شك يجب أن أتحدث عن الماضي قليلا. طبعا منذ أن عملت في اتحاد الكرة منذ عام 2004 إلى غاية اليوم ولله الحمد، العام الماضي استبشرنا خير عندما سيدي سمو الشيخ ناصر طلع على قناة دبي الرياضية للإعلان الأول عن اهتمامه برياضة كرة القدم، وهذه كانت بشارة خير للكرة البحرينية بشكل خاص ولرياضة مملكة البحرين، حيث أن الاهتمام بكرة القدم ومن قائد الرياضة أولانا مسؤولية كبيرة كرئيس اتحاد في هذه المرحلة. لا شك وضع على عاتقنا الكثير، واقترحنا كاتحاد على سيد سمو الشيخ ناصر فكرة تسمية الدوري، وبارك هذه التسمية ولنا شرف تنظيمها كاتحاد البحرين لكرة القدم في العام الماضي في شهر 7 تقريبا. فذلك من ضمن رؤية التي وضعها سمو الشيخ ناصر بالنهوض بالمنتخب والاهتمام في نفس الوقت المسابقات المحلية والشراكة بين هالجانبين، جانب المنتخبات وجانب المسابقات وعلاقتهم المباشرة في تطوير منظومة كرة القدم. وهذه النظرة دلت بأن سموه على دراية تامة وعلى علم تام بأن هذا الجناحين في رياضة كرة القدم يجب أن يتماشوا مع بعض للنهوض بالرياضة البحرينية لكرة القدم. وهناك جوانب عدة خلنا نقول تكميلية تكمل هذا الجوانب الرئيسية، يعني جوانب المنتخبات وجانب المسابقات. فاستبشرنا خير بالتنظيم الأول لدوري الممتاز دوري سمو الشيخ ناصر لكرة القدم في العام الأول. طبعا هناك إيجابيات وهناك سلبيات كما هو أي عمل قائم في 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 عمل المنظومات الرياضية، وإحنا من واجبنا أن نطور السلبيات إلى إيجابيات ونعالج هذه الأمور، حيث أن هذه البطولة تليق بسمعة سمو الشيخ ناصر من الجانب الإداري من الجانب الفني. وهناك مبادرات، الاتحاد البحريني قام بمبادرات سنطلق عليها تسمية مبادرات تطوير دوري سمو الشيخ ناصر أو مبادرات دوري سمو الشيخ ناصر في النهوض الفني والإداري لهذه المسابقة. طبعا الاتحاد البحريني ما زال في مرحلة تقييم وقبل الإعلان، هناك اجتماعات مع الجهات المعنية، الأندية الوطنية، الجانب الإعلامي، الجانب الإداري، الجانب التنظيمي في الاتحاد للاطلاع داخليا قبل الاطلاع وإبرازه للإعلام وللرأي العام. فأعتقد شهر 7 بيكون وقت مناسب للإعلان عن هذه المبادرات الكثيرة التي يمكن أعلن جزء منها الاتحاد عبر وسائل الإعلام. وهناك عدة أمور كلها في النهاية تخدم إلى تطوير رياضة كرة القدم
والدعم المباشر والغير مباشر للمنتخبات الوطنية. سعادتكم لو نتكلم عن تطلعاتك الشخصية في مجال كرة القدم بشكل خاص والرياضة البحرينية، شنو يتطلع اليوم سعادة الشيخ علي؟ طبعا احنا اخوي عيسى يعني الأسرة الرياضية يجب ان تعلم بان نحن دائما يعني موجودين في هذه المنظومة كأعضاء منتخبين لترجمة رؤية القادة الرياضية في مملكة البحرين. واليوم يعني هناك وضوح وهناك هدف واضح وضعه سمو الشيخ ناصر، سيدي سمو الشيخ ناصر، بأن الكرة يجب أن تصل إلى بعض المواصيل إن كانت من الجوانب الإدارية وكذلك الجوانب الفنية التي تخدم في النهاية المنتخب الوطني الأول والمنتخبات الأخرى. فإحنا من هذه الرؤية نترجم ما دون ذلك من عمل، تطوير العمل الإداري، تطوير العمل الفني، في عدة أمور أعلن عنها الاتحاد بعد هذه الرؤية مكملة لهذه الرؤية الاستراتيجية العليا. يعني هناك رؤية عليا من قبل قيادة رياضية ونحن نضع الجوانب التنفيذية للأهداف، خلنا نقول القصيرة وبعيدة المدى، على مدى الأربع سنوات التي يعني تم انتخابنا كمجلس إدارة اتحاد البحرين لكرة القدم. طبعا رئيس اتحاد كرة القدم من عام 2013 لغاية 2017 تقريبا، والآن نحن في الدورة الثانية في رئاسة مع أخواني أعضاء مجلس إدارة اتحاد البحرين لكرة القدم. وعندنا هناك عدة إيجابيات وسلبيات في عمل منظومة العمل في الاتحاد. سنويا يعني نقيم وضعنا، كيف كان عملنا في العام الماضي، كيف، وين هي الجوانب السلبية، وين هي الجوانب اللي نقدر احنا نعالجها ونتخطاها حق المرحلة القادمة، ليس فقط على مستوى المسابقات لا، بل على جميع الجوانب. اليوم اتحاد الكرة أصبح عمل مؤسسي فيه كبير، هناك إدارة متفرغة، هيكل إداري كبير موجود يعمل في منظومة اتحاد الكرة سواء من جانب الإداري وكذلك الجانب الفني في 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 عمل المنتخبات. ويعلم الجميع بأن يمكن الفئات العمرية كثيرة أيضا، هناك عدة فئات عمرية تعمل في الاتحاد، ليس اثنين أو ثلاثة بل أكثر من خمسة أو ستة فئات عمرية، كانت من النساء أو الشاطئية أو الصالات أو الفئات العمرية الأخرى. فمنظومة كرة القدم شوي فيها حيز كبير من خلينا نقول التنوع في الفئات العمرية وكذلك أعداد المباريات التي ينظمها الاتحاد، ما يقارب 900 وشوي مباراة في السنة كمنظومة عمل. فلذلك فيها كثير من السلبيات وفيها كثير من الإيجابيات، وهناك نواقص كثيرة، ولكن نحن لا نضع أمام عيوننا العوائق والمعاضل، بل نعمل ونجتهد ونثابر لرفع اسم مملكة البحرين وترجمة الرؤية القيادة الرياضية إلى أرض الواقع وفي الميدان. ممكن الشيخ سبقتني في سؤال مجلس الإدارة وعمل مجلس الإدارة، لو نتكلم عن التصور القادم بالنسبة لمجلس الإدارة، شنو تصوراتكم المستقبلية سواء القصيرة أو البعيدة المدى؟ طبعا احنا كمجلس إدارة الآن في السنة الأخيرة من دورة الأعضاء أو عضوية الاتحاد، ولله الحمد يعني من بدين من 2016-17 أعتقد دائما منذ رئاستي في الاتحاد، نضع لنا يعني خلينا نقول أهداف، ولو نحقق 50-60% منها نعتبر نفسنا أن حققنا بعض الشيء من الإنجازات. لو نصل إلى 50% من ما وضعناه فإذا نحن نمشي على طريق صحيح. طبعا نطمح إلى 100%، ولكن طبعا كل عمل عندما تدخل في العمل تواجه صعاب كثيرة، ولكن يجب أن تكون واقعي في العمل ويجب أن تكون واضح للرأي العام وللمعنيين، الجهات المشتركة معك، إن كانت أندية وطنية، إن كانت مدربين، إن كانت لاعبين، وأن تخدم هذه الحلقة. يعني دور الاتحاد البحريني اليوم يكون يوفر الخدمات لكل المعنيين، إن كانت أندية بالمسابقات الموجودة، بالخدمات الإدارية، بالدعم الفني الموجود، كل هذه الخدمات يجب أن نوفرها. وإن كان هناك تقصير طبعا يجب أن نعالجها. طبعا أثناء العمل نمر نحن جميعا في بعض الهموم والمشاكل والمعالجات لكثير من الأمور، وكل ما كنا قريبين. وأيضا اليوم الإعلام شريك أساسي، ومن هذا المنبر نشكر قناة البحرين الرياضية الحقيقة وجميع ممثلي وسائل الإعلام المرئية وكذلك المقروءة في مملكة البحرين ومنطقتنا منطقة الخليج العربي لمتابعتهم النشاط المحلي لمملكة البحرين وكذلك النشاط الاتحاد البحرين لكرة القدم،
ولاحظنا نهوض في جانب العمل الإعلامي أيضا الداخلي في الاتحاد بتأسيس المركز الإعلامي في الأعمام الأخيرة الماضية، مما أعطى خلينا نقول الاتحاد تطور إلى الاتجاه الصحيح، بحيث أن يكون فيه أداة لتكملة مسيرة الإعلامي في مركز البحرين، خاصة أن الإعلام الرياضي اليوم يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى اهتمام، ونحن كاتحاد بحريني وضعنا نصب عيننا نترجم هذه الاهتمام من قبل القيادة الرياضية بأن ننفذ بعض السياسات الداخلية التي تخدم ليس فقط الأندية بل أيضا القطاع الإعلامي اللي هو نعتبره الشريان الحيوي الأساسي الذي يبرز النشاط وكذلك يغطي هذا النشاط. وإلي اليوم أنا أعتقد الإعلام الرياضي يحتاج إلى دعم كبير، وأعتقد هذه من اهتمام القيادة الرياضية أن اليوم يجب أن نطور أكثر وأكثر، ليس فقط جزء من التطوير أيضا جزء أساسي. القناة الرياضية اليوم يجب أن تكون جزء أساسي أيضا من دوري سمو الشيخ ناصر لكرة القدم. عملنا بإيجابيات وعملنا بسلبيات كثيرة، ويجب أن نكون صريحين كيف أنه ممكن ننقل التجربة هذه السنة اللي مرت إلى شيء أفضل من السنوات الماضية، بحيث أن نطور ونعمل ونجتهد. وطبعا الكمال لله سبحانه، وهناك نواقص كثيرة وهناك سلبيات كثيرة في عمل الاتحاد وأيضا في كل جوانب، يجب أن نكون هناك آلية واضحة لتقييم العمل بين المعنيين. فنحن إن شاء الله كشركاء مع الإعلام، وسنبني رؤية القيادة إلى ترجمة أهدافنا الذي وضعناها في مجلس إدارة. ونحن أنا شخصيا أعتبر نفسي راضي من عمل مجلس إدارة في السنوات الأخيرة في تحقيق لا يقل عن يمكن 40-50% من الأهداف التي وضعناها، فهذا شيء جيد وإيجابي. إذا مشاهدينا ننتقل إلى الملف الثاني والمتعلق بالمسابقات المحلية. إذا نتحدث عن المسابقات المحلية سعادة الشيخ، بكل صراحة نحب نسمع رأيك وتقييمك عن المسابقات المحلية فنيا، خصوصا أن دائما يتكرر بأن المسابقات الفنية المحلية فنيا ضعيفة، تعليقك على هذا الكلام. والله أنا دائما أبتعد عن الكلمات السلبية، لأن يجب نحن كمسؤولين وأيضا كإعلام من واجبنا أن نزرع التفاؤل للمطلع أو الرأي العام اللي يشوف سواء وسائل الإعلام واللي يقرأ، يجب أن نزرع الإيجابية بمصطلحات يعني خلينا نقول فيها نوع من الإيجابية. صحيح فيها نقد، ولكن نفس الوقت النقد الذي يعالج، النقد الذي لا يشخص ولا يجرح. لذلك أسلوبنا يجب أن يكون واضح وصريح، بحيث أن احنا ننهض برياضة مملكة البحرين. وكثير من الناس التي تعمل في الرياضة في مملكة البحرين يعني يجب أن نكون واقعيين بأنهم هواة وناس تعمل يعني في آلية يعني ليس محترفة، يعني مش متفرغين لهذا العمل. لذلك يجب أن نراعي هذا الشيء بأن ندعم سواء بالكلمة الطيبة. اليوم الواحد يكسب له ناس ويكسب له عمل ويكسب له إنتاجية، فأنتوا قايمين بواجب وأكثر، ولكن إحنا كمسؤولين يعني واجبنا أن نعالج. وأنا يعني لا نختلف، هناك سلبيات كثيرة وهناك يعني عمل أيضا عمل الاتحاد ليس بكامل. نتحدث عن المسابقات المحلية تلبي الطموح بالنسبة لكم كمسؤولين اليوم؟ شوف، يجب أن نشخص الواقع أيضا بشكل واقعي. اليوم يعني استبشرنا خير عندما تم تسمية الدوري دوري سمو الشيخ ناصر، تم الالتفات لنا من قبل الشركات الوطنية التفاتة غير مسبقة، يعني لم نجد هذا الاهتمام من قبل، فهذا شيء جدا إيجابي يخدم النهوض ويخدم التطوير. وهذه الأموال طبعا نحن هناك شفافية وهناك تدقيق مالي، هناك آلية ليس فقط في الاتحاد بل أيضا في اللجنة الأولمبية والمنظومة اللي حولنا، فلذلك الآلية الرقابية صحية موجودة. فلذلك أي شخص اليوم إحنا كمجلس إدارة أو شخص آخر يأتي في هذا المجلس، هناك أدوات رقابية في مملكة البحرين تراقب العمل من ابتداء من وسائل الإعلام والجهات الرسمية الرياضية الأخرى واللجان العاملة في الاتحاد. فلله الحمد نحن المنظومات تمشي على نهج صحيح، وهذا إن دل على وضع الأسس في مملكة البحرين من قبل سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لأنه في العهد الإصلاحي منذ عام 2000
في ليس فقط على مستوى السياسي بل أيضا الرياضة اللي هي جزء أساسي من النهوض بالشباب في مملكة البحرين. نعم. ممكن نتكلم عن جدل كبير في الفترة الماضية تحديدا الموسم الماضي حول القوانين أو اللي شرعتوها الفترة الماضية، سواء قانون تحت 21 سنة اللي بعض اعتبره تدخل، البعض شاف أنه تطور من خلال اللاعب البحريني وبدأ يتواجد في المنتخبات الوطنية، كأس النخبة اللي ممكن تحديدا في الموسم اللي فات عندي كثير اعترضت عليه، هل هذه القرارات أنتم تأخذونها من باب التجربة والتقييم ولا عن طريق دراسات قبل تنفيذها؟ طبعا يجب أن تعلم أن احنا جزء من رؤية الاتحاد اللي عندما نمسك مجلس الإدارة نأتي باستراتيجية، والاستراتيجية هذه فيها مفصلة، فيها كثير من المحاور. على سبيل المثال يعني جانب المسابقات والمنتخبات يتماشان مع بعض، ولكن جانب المسابقات عندما نأتي لتقييم عمل المسابقات نقيم الجانب الفني للمسابقة. أبسط مثال لأضرب مثل عدد مباريات الموسم. اليوم مو بمملكة البحرين، كرة القدم في العالم في أرقام عدد مباريات يجب أن تلعبها لتواكب دول العالم، وهذا العدد من المباريات تطور اللاعب، مثل ما اليوم أيضا عندنا الطيران يجب أن تطير ساعات، السياقة يجب أن يعني تسوق لعدد معين من الساعات، أيضا اللاعب هناك عدد من الوقت من المباريات لممارسة رياضة القدم يجب أن يمارسها أثناء السنة. فعندما لاحظنا المعدل الأفرج خلنا نقول العالمي لأي دوري يتراوح بين 25 26 إلى 34 مباراة، هذه على مستوى العام عدد مباريات اللي يلعبها في الدوري. فإحنا كنا قبل يعني ندخل دوري يعني كان أقل من 28، فلذلك كل دائما نحاول أن نرفع هذه الأعداد، ويمكن هذه من المبادرات الجديدة اللي يمكن تطرقنا إليها أن نزيدها ونرفعها لفوق 30 بالمبادرات اللي نطرحها الآن. فلذلك يعني هذه دشينا في مرحلة في الأعوام الماضية بأن نزيد عدد المباريات، وأيضا دخل موضوع كأس النخبة، يعني استحدثنا كأس النخبة لسبب واحد فقط هو زيادة عدد المباريات وملء الفراغات التي كنا سواء في بعض المناسبات التي لملء الفراغات إن كان كأس الاتحاد أو كأس النخبة، كنا يجب أن نخلق لنا بطولة لملء الفراغ ولتشغيل الأندية، خاصة أن كثير من الأندية كانت تعاتب أن تكونوا يا جماعة أنتوا توقفون الدوري شهر وتردون شغلون شهر. صحيح، وهي كلها سلبيات، ولكن إحنا مفروض علينا رزنامة المنتخبات في المقام الأول، مثلا إذا كان في بطولة خليج أو تصفيات كأس العالم نضطر نوقف في الفيفا دي، ولكن يأتينا المدرب يقول له أنا بأسبوع قبل بعد أبي معسكر، فنضع هذا في الاعتبار أن المنتخب أيضا له حق والمدرب أيضا نعطيه حقه الكافي حسب الضوابط والقوانين اللي نقدر المتاحة له. وأيضا اليوم عمل الأندية يعني في مملكة البحرين ليس عمل احترافي 100%، فلذلك يعني احنا دائما نراعي هذا الجانب انه يجب ان اللاعب يمارس رياضة كرة القدم، وان شاء الله المستقبل القريب يعني كلها من ضمن تطلعات سمو الشيخ ناصر هو التفرغ الرياضي وتطوير الاحتراف الرياضي، هاي كلها ان شاء الله ستحقق مع هذه الحقبة من التطورات، ونحن ان شاء الله كمنظومة كرة القدم وكدوري سمو الشيخ ناصر كلها تلبي هذه الطموحات ومتجهة الى هذا الاتجاه. ولكن كيف نصل؟ طبعا نصل ليس بمعية الاتحاد فقط لوحده، بل هناك جهات أخرى يجب أن تساند وتخطط وتعمل، ونحن بدأنا بهذا بمشروع دوري سمو الشيخ ناصر، وهناك الآن إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة اجتماعات مكثفة في الاتحاد البحريني معية الأندية ومعيات المعنيين قبل أن نطلع للرأي العام ما هي المبادرات الفنية المبادرات الإدارية المبادرات التسويقية التي سنعلن عنها لتطوير دوري سمو الشيخ ناصر وكرة القدم في مملكة البحرين. مسابقة الشيخ ممكن تحدثت عن كثرة توقف المسابقة وهذا شيء سلبي حسب ما ذكرته، ولكن لماذا لا يتم الاستعانة بخبرات من الخارج من أجل التغلب على بعض هذه الأمور، خصوصا أنه دائما الأندية تشتكي في غالب الأحيان تكون معها الحق بعض الأحيان مو معها الحق مثل ما نقول. أنا أقول البحرين فيه خبرات الكفاية، يعني ليش نروح نجيب لنا ناس من برا لا تعرف الوضع، هناك مختصين سعادة الشيخ في هذه الجانب يعني على مستوى العالم نتكلم. احنا اليوم البحرين إذا تبين أسمي لك مختصين في كرة القدم
عندنا ناس في الفيفا وعندنا ناس رئيس الاتحاد الاسيوي اليوم معالي الشيخ سلمان، عضو لجنه الحكام في الاتحاد الاسيوي عبد الرحمن ابو خالد، وجميعنا يعني كلنا كفاءات. مو باليوم أتكلم عن المسابقات، يعني سعادة الشيخ، الكرة البحرينية فيها كنوز وخبرات ليس نحن في حقبتنا، يعني فيها ناس مؤثرين عملت منذ خلينا نقول عشرات السنين الماضية، كلها ناس تفهم. بتقول لي فيه سلبيات في تعديل الرزنامة، في وضع الرزنامة، بقول لك في سلبيات وفي أخطاء كذلك، والاتحاد يقع في بعض الأخطاء. واليوم لو أعد لك أنا يعني من دخلنا يعني من 2004 إلى غاية اليوم، طبعا في تغيرات كثيرة حصلت، يعني عدد المنشآت، في عدد المباريات، طبعا الدوري تحول من 12 إلى 10، إلى يعني مر في ظروف كثيرة وعشناها، وكانت الرزنامة أكثر هاجس يعني يدور كل سنة من 2004 نتكلم من الأمس واليوم، يعني كان موضوع الرزنامة. والسنوات الأربع الأخيرة من أقل السنوات تغييرا حسب إحصائية وضعناها في التغييرات اللي يمكن كنا نخوضها قبل. القادم راح يكون أفضل، يجب أن يكون أفضل ومن دون أي تغيير. يعني إحنا اليوم يعني وضعنا نصب عيوننا من ضمن تطوير الدوري والاسم الدوري واسم الرئيس والشيخ ناصر، كلها الأهداف أن يكون تكون هذا أو يكون هذا الكيان شوي يعمل بحرفية، حرفية في وضع الرزنامة، حرفية في التعامل مع وسائل الإعلام بزونات إعلامية بمؤتمرات صحفية كما هو قائم في كل مكان نروح. نحن طبعا عندنا خبرات في كأس عالم، في كأس آسيا، ونخوض وفي تجارب كثيرة ميدانية، وعندنا ما شاء الله شباب وخبرات بحرينية موجودة تعلم وتعرف ما هو الصح وما هو القائم في المستوى الدولي والإقليمي. فأنا أرد أكرر، عندنا ما يكفينا من خبرات بس يجب جلبها إلى مثلا اللجان العاملة، جلبها إلى إشراكها في وضع الرزنامة. طبعا يجب أن تعلم إحنا كل سنة نستدعي الأندية الوطنية لمناقشة الرزنامة قبل الانطلاقة، وهذا كل سنة، مو من الآن العام بس ولا السنة الماضية، لا كل سنة من 2004 إلى اليوم وأنا موجود وحاضر وأذكر هناك اجتماع. كثير من الأحيان يأتون الناس اللي يأتون يمثلون النادي ليس مختصين وأصحاب قرار في الأندية، يعني للأسف يعني يرسلون مثلاً الحضور. لا يرسل مثلاً رئيس جهاز ممكن عنده رأي يختلف عن عضو مجلس إدارة أو رئيس أو أمين سر، فهناك فجوة يجب أن نقربها، يعني أكيد يعني كيف يوصلها، كيف يعالجها، كيف الاتحاد ينفذها، هذه كلها حلقة. يعني كل ما إحنا كنا قريبين ووضحنا العملية دي، كل ما قدرنا نتجنب خلينا نقول الأخطاء أو المشاكل التي تقع فيها أو يقع فيها سنوياً الاتحاد بالكلام. ولكن أنا أكد لك الاتحاد القادم دائماً أفضل من السابق بإذن الله. أتكلم ممكن عن قضاة الملاعب اللي هم حكام اللي يمثلون اتحاد الكرة، دائماً الانتقادات عليهم سواء إحنا في الإعلام ولا الأندية دائماً يعني تبحث عن أخطاء الحكام. ممكن نتكلم عن من بعض الحلول، تفريق الحكم قبل 24 ساعة من المباراة، هل ممكن نشوف مثل هذه المباريات مستقبلا لحكامنا؟ والله شوف الحكام يمكن من الجزئيات ما بقول مظلومة ولكن لم تأخذ حقها، ولكن يعملون يعني حكامنا البحرينيين ولله الحمد وصلنا إلى مرحلة متطورة رغم الإمكانيات ورغم الظروف الموجودة. والحكم البحريني اليوم ليس على مستوى مملكة البحرين بل على مستوى قارة آسيا له سمعته ولا مكانته، وقدرنا في السنوات الأخيرة بعمل اللي مضى واللي موجودين حاليا بأن تحكيم البحريني يصل إلى مرحلة معينة. وأقول لك يعني لازم طبعا احنا دائما نطور، يعني إذا احنا هنا يبي نوصل شوي أعلى وأفضل في كل سنة ولا نرجع إلى الخلف. فلذلك اليوم الحكام البحرينيين ولله الحمد أنا شخص راضي على ما وصلوا إليه، والحكم اللي يبغي يصير حكم لازم يرضى بالنقد، لأن مثل ما اللاعب يخطأ الحكم أيضا يخطأ، وكل يخطأ والمسؤولين في الاتحاد يخطئون والكل يخطأ. فأنت في هالمنظومة الرياضية يجب أن تتقبل النقد البناء الذي يعالج الخطأ، إن كنت مسؤول إن كنت حكم
إن كنت لاعب، إن كنت أي شيء، وهذا حلقة الرقابة خلنا نقول. لكن ممكن الشيخ نتكلم عن التركيز الذهني، الحكم أكثر شخص ممكن يحتاج إنه يركز ذهنيا، التفريق قبل المباراة من ناحية العمل خصوصا الكل يعمل في يعني قطاعات مختلفة بالنسبة للحكام، هل في خطة؟ نشوف الحكم، المدرب، اللاعب، يبقى الحكم قاضي. أحطهم كلهم في نفس المستوى. يعني دائما القاضي إذا بتفرغ الحكم لازم يكون أعلى الدرجات القضاء صح قاضي. صح. وأيضا بعد يعني طبعا إحنا حتى إذا اليوم اللاعب يحصل أكثر من القاضي. نعم. يعني اليوم بعد لازم تكون واقعي، يعني مخصصات اللاعبين اليوم تفوق الحكم. فأيضا اليوم إذا أردنا نطور التحكيم يجب أن لجلب الخبرات أو الكفاءات يعني بطبقات علمية متقدمة أو أشخاص ذو شهادات وكذا، أيضا تحتاج إلى استثمار، تحتاج إلى دعم إضافي. طبعا هذه جزء من الأفكار النهوض بجانب التحكيم، يعني يجب أن المستقبل يكون فيه تطوير أيضا، كيف نطور الجانب التحكيمي بأنك تشجع الناس الجامعيين، الناس الدارسين، الناس اللي عندهم شهادات يدخلون هذا القطاع بدعم المخصص أو العلاوة التي يحصلها الحكم. دول أجنبية تروح مثلاً باساكا وهذه اللي في الاتحاد الدولي، كولينا، هذا كلهم مثلاً اللي كان طبيب أسنان، اللي كان في الجامعة يدرس، يتحول إلى هذا القطاع. ليش؟ لأنه فيه اهتمام وفيه دعم وفي في في مخصص مغري، فلذلك وأيضا حبه للجانب ذي. فإحنا اليوم إذا بنتكلم عن الاحتراف أتفق معك، يجب أن نشمل التحكيم، ويجب أن نشمل اللاعب، ويجب أن نشمل الإداري والمدرب. نعم. ممكن أتكلم عن النقد اللي ممكن يوجه سواء من الصحافة سواء من الأندية اللي ممكن تحت اتحاد الكرة للمسؤولين. هناك من يتحسس وهناك نقولها بالعام يزعل. هذه اللي صارت في الفترة الأخيرة شنو أسبابها؟ هل هي النقد ما يوصل بالشكل الصحيح، ولا في تحسس من بعض المسؤولين عندكم في الاتحاد؟ والله شوف، هي أنا أقول كل الأطراف مشتركة في التحمل المسؤولية. أرد أكد لك وأقول لك أي شخص يعمل في القطاع الرياضي يجب أن يتقبل النقد، وأيضا أي شخص يعمل في الطرف الإعلامي يجب أن ينتقد بأسلوب النقد الصحي وليس التهجم أو الاستعمال العبارات أو أو أو. فهذه يعني أنا أعتقد الطرفين لهم مسؤولية، ومتى ما الطرفين كانوا متوازنين في طروحاتهم متى ما صارت العلاقة أفضل. فلذلك أنا يعني أنا كمسؤول أيضا وكشخص أدعم الإعلام كمسؤول يجب أن يكون هناك ميزان بين الطرفين. جميل. في النقل البناء. نعم. فيما يخص العقوبات ونشر العقوبات، ممكن في الفترة الأخيرة وصل نشر العقوبات على مواقع الاتحاد الدولي للاتحاد الغاري ينشر العقوبات، في حين الاتحاد الكرة في الفترة الماضية اتخذ خطوة بعدم نشر هذه العقوبات، شنو الأسباب؟ أي عقوبات؟ عقوبات الإيقاف، عقوبات بما يخص لجنة الانضباط. اللجنة الانضباط جميع حسب علمنا وعملنا في الاتحاد التعميم يذهب إلى الأندية فقط. في يعني حين ممكن الاتحاد الدولي ممكن نشوفها على حتى الموقع الرسمي ولا حتى حسابات. لا اليوم الاتحاد اللي حسب علمي ما يقوم به الاتحاد للأمانة العامة تجتمع الانضباط، مقرر الاجتماع في لجنة الانضباط يرفع مذكرته أو تقريره للاجتماع إلى أمانة السر، أمانة السر السكرتارية تصيغ التحرير التعميم، يعتمدها الأمين العام، الأمين العام يعممها ألف باجيم على من؟ على الأندية فقط. لماذا لا تنشر للإعلام؟ اليوم المعلومة تنقص. لا بالعكس، إذا وسائل الإعلام يعني في الفترة الماضية أنت سعادتكم يمكن موجود في الفترات الماضية وعصرت هذه الفترات، ممكن حتى المصطلحات عزك الله البسط غيرها هذه تنشر حتى في الصحف، اليوم اختفى نشر أي عقوبة؟ والله شوف دائما احنا يعني هي كانت تنشر وبعض الأندية أتت بطلب يعني، لأن ولكن يعني أنتوا في النهاية أنت أصحاب الغرار، احنا جهة رقابية يعني اليوم ما يعيبنا شيء أن ننشر خطأ لاعب أو خطأ إداري أو خطأ. فأيضا دور الإعلام أن يجتهد وتقصى المعلومة. نعم. يعني اليوم بعض الأحيان ما نحصل هذه المعلومة شيء من ما يعطيك إياها، يعني يتم التكتم على بعض الأمور. يعني عضو لجنة يعني مثلا تروح حق عضو لجنة يقول لك أنا مو مخول إني أصرح، صح؟ وأنا أعرفه يقول لك أنا مو مخول. صحيح، ترى هو مو مخول. ليش؟ طيب شلون ناخذ رأيي؟ لأنه يرفع تقريره حق الأمانة واللي ينشر اتحاد الكرة
لذلك الأمان الأندية فقط والمركز الإعلامي في الاتحاد البحريني يجب أن يتواصل مع وسائل الإعلام في توصيل هذه المعلومة. إذن فهي حلقة يعني. حلقة ممكن مش كاملة في فترة نعالجها أكيد. إذا مش كاملة نعالجها إذا هي مسألة أو أي شيء ثاني بعد غير هذه. إذا موضوع عقوبات النشر أنا أقول لك في عمل اللجان اليوم إحنا بعد مقصرين في الاتحاد البحريني لأن في عمل قاعد يصير في الاتحاد جبار مو قاعد يظهر الإعلام وأنا أقول شخصا وهذه شيء دائما أنا أكد مع أخواني ترى إحنا مقصرين يا أخوان شغلنا ذي شغل العمل مبهم شغل الناس العاملة يجب أن نبرزها أكثر فهذا واجبنا إحنا أيضا. ممكن نتحدث عن مصطلح في الفترة الأخيرة يتداول وهو الكوبري مصطلح ممكن إعلامي وليس مصطلح رياضي يعني ما في مصطلح رياضي اسمه الكوبري غير أن الإعلام اختلق هذا المصطلح. نتكلم عن اللائحة اللي جدل عليه اتحاد الكرة وضع لائحة لسنتين اتحاد الدولي حسب ما طلعنا عليه بأن 6 أشهر ممكن اللاعب ينتقل أي نادي يحب ينتقل له. هني في ممكن مثل ما نقول كلاش بين الاتحاد الدولي والاتحاد المحلي هل أنتوا عندكم موافقة على هذه القانون؟ خلني بشرح لك هذه موضوع مهم جدا يجب أن الشارع الرياضي يعرفه جيدا. طبعا نحن كاتحاد بحريني نعمل ضمن لوائح عندنا النظام الأساسي الذي يحكم عمل الاتحاد مع الأندية وعندنا كل لجنة مختصة عندها لائحة المسابقات لائحة الانضباط وهذه اللائحة تنقح من قبل من؟ من قبل الأندية المنضوية أو اللجان العاملة فيها. يعني احنا نرشح مثلا ناس من الأندية تعمل في اللجنة على مدى السنة أو السنتين وتعمل في سواء الجانب التنفيذي اليومي أو الأسبوعي أو الشهري بالإضافة إلى تنقيح هذه اللوائح كل بين فترة وفترة يعني كل 3 سنوات كل سنتين كل لجنة مختصة في أنها تشترك مع الأندية تعالوا نعمم على الأندية سنوياً أحد عنده ملاحظة على المواد وعلى كذا. طبعاً الخبرات القانونية خبرات إدارية غير موجودة في الأندية بكثرة يعني هاي أيضاً جانب مهم صحيح. فهذه حلقة المحلية عندنا الحلقة الإقليمية القارة يعني لو إحنا دائماً قبل أنقرها محلياً يجب أن يوافق عليها AFC الاتحاد الأسيوي وبعد AFC نطرش الفيفا يجب أن يوافق عليها الفيفا. فالنظام الأساسي عندما ينقح ويعدل نقر إحنا في جمعيات العمومية عقب ما ينقح ويعتمد نرسله إلى AFC AFC بعد ينتقد يقول والله عدل كذا وعدل كذا وعدل كذا ونقوم نعدل في بعض البنود ونذهب بعد أيضاً إلى النظام الأساسي أيضاً الاتحاد الدولي. عندما يأتي النظام الأساسي معتمد من قبل الاتحاد الدولي تذهب إلى اللوائح التي تأتي من دون النظام الأساسي اللي هي دائماً يصير فيها خلينا نقول كثير من الشد والجذب بين المعنيين لأن في ناس طبعاً كل لائحة تعد أنا ما أتكلمك عن البحرين نعم. أتكلمك عن العالم وعندنا خبرات بشكل عام إيه في كل مكان في رياضة كرة القدم حتى في الفيفا وحتى في AFC فيها ثغرات. مثال بس تجنيس الرياضي اليوم تجنيس في كرة القدم في شروط واضحة كيف تحقق الشروط ممكن توصل 1000 طريقة وطريقة 1000 طريقة في شروط 1000 طريقة وطريقة. وهذه الدول مو بتكلمك عن البحرين أو الخليج أو آسيا لا تكلمك عن فرنسا تكلمك عن أوروبا الدول العريقة اللي تعمل في هذا المجال منذ سنوات ووضعت هذه اللوائح. اللائحة توضع في البداية لتشرع ولكن العمل التطويري هذه ساري ويجب أن يحصل بين فترة وفترة في كل شيء لأن كل عمل يتطور وينهض تطلع لك مشاكل جديدة وتغير الظروف وتغير الوضع المادي وتغير الوضع الاحترافي من هواية إلى احتراف إلى آخر. فإحنا اليوم كنا هواة أو ما زلنا هواة ونتجه إلى أن نكون جزء من الاحتراف وهذه العمل يمشي في منظومة يعني متسارعة الآن وكل اللوائح الموجودة يجب أن تطور عام بعد عام فيما يخص هذه اللائحة. فيما يخص اللاعبين بدخل لك الموضوع موضوع لائحة شؤون اللاعبين لائحة شؤون اللاعبين يضعها الاتحاد المحلي بحكم ظروفه. احنا اليوم ظروفنا اماتشر او هواء ما اقدر اروح انا احط لي لائحة محترفين واطبقها في مكتب بحرين ما اقدر. اقدر اخذ البنود الرئيسية اللي موجودة في لائحة الفيفا والAFC ووضعها عندي لتخدم
الوضع اللي عندي في مكتب حريم، واللي قر لائحتي هم الأندية في النهاية. بس إذا اليوم نادي واحد يجيني يقول لي عدل اللائحة والأندية الباقي تصر تقول لا نبغي هذا المادة تتم، الأندية الباقي هي اللي مع الصوت الأقوى، لأن عرفت قصدي. فالأغلبية اليوم فيه نوع من الديمقراطية الرياضية يعني في تشريع النظام. هذا الكلام الشيخ أظن على المقاطعة يعني إنه يقول لك دائما ما خدم موافقة الاتحاد الدولي، هذه ما يتداول في الشارع الرياضي فيما يخص السنتين تحديدا نتكلم. لا شوف، في قوانين ما بافتي لك في أي مادة موضوع اللاعبين، لكن اللي أعرفه هناك مواد كثيرة ومفروض عليك أن تطبقها في لائحتك المحلية من قبل الاتحاد الدولي. يعني مثلا لائحة شؤون اللاعبين في شروط لازم تحطها في اللائحة عندك وتنتقل إلى تي ام اس في النهاية. إيه، وتنتقل تي ام اس والشروط وترسلها لوين؟ الاتحاد الدولي يشوفها يقول لك لا هاي تمام، هذه أوكي أوكي. طبعا احنا شو نسوي؟ ناخذها بالعربي نترجمها ونرسلها المضمون الموجود بطريقة محترفة، ومن ثم يأتينا الرد والله هاي المادة عدلها ولا هاي المادة كذا، وبناء على اللي تم اعتماده وموافقة عليه احنا نساري نعمل فيه. اذا هذه معتمد من الاتحاد، هذه معتمد، ولكن يتطور العمل. يعني الحين بدينا ندش الى الاحتراف شوي شوي، صارت اغلب اللاعبين عنده عقود، فبدا يختلف الوضع. صار اليوم كل لاعب موجود يعمل في الدوري المحلي او الانديه الوطنيه عنده عقد. طبعا فرض علينا العقود من قبل الاتحاد الدولي وقالوا تعالوا يا جماعه انتم اي اتحاد وطني اللي ما عنده عقد اللي بتي عقوبات، ففرض علينا. في ناس يقول لك لا انتم وايد استعجلتوا ورحتوا للعقود، ما كان شيء خيار بالنسبه لنا، لأنه فرض علينا من قبل الجهات الأعلى. قالوا يا جماعه تعالوا ما بنشرككم في الاي اف سي اذا ما سويت العقود، ما بنشرككم في البطوله الفلانيه. فصار في ضغوط من قبل الاتحاد الاقليمي والاتحاد الدولي. جميل جدا. فيما يخص ممكن لجنه الانضباط، في احد الحلقات اتذكر في الموسم اللي فات عقوبه الانضباط لا يتم الاعتماد على الفيديو، ولكن هناك حسب تصريح رئيس اللجنه بان هناك نظر مستقبلي بتطوير هذه اللائحه بحيث نرجع الى الفيديو في حال وجد بعض الاشتباه في حاله من الحالات. لكن هل تم مناقشه هذا الامر؟ موضوع الفي اي ار يعني؟ اتكلم لا كنقل تلفزيوني ناخذ منه سوء سلوك ونعاقب عليه. يعني انا ما بتكلم عن هاي، جزء من السلبيات اللي عندنا. هل يعني تم مناقشه يعني تطويره؟ يعني احنا اليوم نغطي، خلينا نكون واقعيين، يعني المباراه مو بكل مباراه تصور. صحيح. هذا واقع. فايضا ساعات اذا بترجع لحادث لمباراه غير مصوره بتروح تقول والله وين يا جماعه بالتصوير، يقول لك والله لا ما في. فاللجنه تضطر تجتهد بالموجود. فيما يخص الماده الموجوده هل ممكن يخص النظر فيها؟ الماده قصدك كلجنه؟ اي من حق اللجنه تدعي. حاليا حسب اللي عرفنا بان لا يتم العقوب، يسند اي عقوبه بالرجوع الى الفيديو فقط. شوف الفيديو خلينا نقول دليل، التقرير الحكم دليل آخر، تقرير المراقب دليل آخر. فاليوم الانضباط مثل القضاء مثل نعم. المحكمة منفصلين. لا منفصلين صح، بس نفس الوقت الأدلة، التعامل مع الأدلة يجب أن يكون فيها ناس قانونيين وفيها ناس قانونيين تعمل في هذه اللجان وتتعامل معها كقضية كما هي قائمة في محكمة. فعندما تعرض قضية يقول لك وين الدليل؟ طلع التقرير، مثلا تقرير المراقب، يستدعى المراقب تعال هذه اللي كلام قلته أكيد، الطرف الآخر يبونه هاي الكلام قاله عنك أكيد، فيواجهون بعض. صار في اختلاف رجعوا إلى دليل آخر، صار في توافق خلاص ثبته، ولكن يبقى الفيديو ويقدر يوصل إلى الفيديو. هي طبعا يعني مثلا يبتك حسب اللائحة، عذر عن مقاطعة سهر الشيخ، لكن حسب اللائحة لا يتم رجوع إلى الفيديو في إسناد أي حكم حسب رئيس اللجنة. الاستئناس بإضافة معلومات بس انه ياخذ عليه عقوبه من خلال الفيديو مو موجود. طبعا اذا مثلا حالياً في حادثه بينت في الفيديو ضرب مثلا ضرب، وهذه حدثت ووضحت لي الفيديو، انه وضح لي الفيديو انه والله هذا الشخص ضرب هذا الشخص، لم يتم ايقافه. لا اذا موجود دليل ومرئي لم يتم ايقافه حسب رئيس اللجنه، بان قال ان احنا ما نلجا لهذا. عاد ليش مثلا هاي قضيه، يمكن تحدث عن قضيه انا ما ادري بها، لا نتكلم عن لائحه بس يجب ان تورد اول شيء في التقرير. نعم يعني لم تورد تقرير الحكم، اذا حكم قال والله علي ما ضرب محمد وقال ما شافه ما كتب، فلازم عنده يعني الفيديو واضح، ممكن يستدعي هو كقاضي يستدعي الطرفين.
تعال انت ضربت، ياخذ اقوال طرف الف والطرف باء، بامكانه انه يستدعيهم الطرفين وياخذ باقوالهم ويضعها في محضر واضح، الالف قال كذا وباء قال كذا، يضعها كمحكمه اي قضيه. وهذه الادوات القضائيه ايضا اليوم يمكن احنا كاتحاد وطني يمكن من اول الاتحادات الذي خلق الدرجه الثانيه من التمييز، يعني عندنا الاستئناف وعندنا ايضا الدرجه الثانيه من التمييز، يعني بعد الاستئناف ايضا استحدثناها هذا العام، وهذا راح يخدم رياضه كره القدم وايضا حل المشاكل التي نواجهها مع جميع المعنيين من مدربين لاعبين. نعم، هذا فيما يخص المسابقات المحليه. ننتقل مشاهدينا للملف الثالث والاخير وهو ملف المنتخبات الوطنيه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. إذن نتحدث عن ملف المنتخبات الوطنية، نتكلم سعادة الشيخ عن دائما ما يتكرر، إعداد منتخب للمستقبل ولكن النتائج وتحقيق البطولات لازلنا غائبين عنه، وين الخلل في هذا الموضوع؟ والله شوف، هي معادلة والمعادلة يجب أن تكون واضحة. اليوم أنت لا يمكن أن تصل للقمر بدون تخلق لك منظومات توصلك إلى القمر وعلم ومعرفة و. فاليوم أي دولة وصلت إلى ما وصلت إليه من كرة القدم لم تصل إلى المستوى إلا بطريقة علمية واضحة وبمعادلة واضحة. إذا اليوم إحنا مملكة البحرين هناك معادلة، تطوير الدوري جزء أساسي من هذه المعادلة، تفريغ اللاعب جزء أساسي من هذه المعادلة، الدعم اللاعب جزء أساسي من هذه المعادلة، مكافأة اللاعب في التحقيق ومحاسبته في عدم التحقيق أيضا جزء أساسي. فكلها معادلة يجب أن تكون واضحة المعالم، والقيادة الرياضية لها رؤية طبعا صحيح. وتضع هذه الرؤية، وكل خلينا نقول جزئية المعادلة كلها تكون موضوعة واضحة ستساوي إلى الهدف اللي تبي توصل له. اليوم إحنا مملكة البحرين صحيح كتاريخ عملنا من 2004 وأنا موجود في المنتخبات والإدارة والمسابقات، عملنا في عدة حقب، رأسة معالي الشيخ سلمان والشيخ فواز يوم كان موجود، وكانت كلها فترات صحيح. الآن نحن في نعتبر حقبة مختلفة، حقبة سيدي سمو الشيخ ناصر. نعم. إن شاء الله ستذهب، نتمنى ونحن سنسعى ونعمل ونجتهد إلى هذا التوجه، ألا وهو الهدف الموضوع لنا إن كان تصفية كأس العالم. طبعا كل طريق ليس بسهل، أكيد يجب أن يكون هناك عمل، يجب أن هناك انتقاد، يجب أن هناك تصحيح وضع، كلها عملية متكاملة. فإحنا اليوم عندما القيادة سمو الشيخ ناصر وضع الرؤية أن نصل لكأس العالم، فهذا هدف واضح، هدف الجهات الاستراتيجية العليا موجود. يبقى عاد احنا ما دون ذلك كيف ننفذ هذه الاستراتيجية. كلما اجتهدنا بأن نضع الخارطة دي كيف أنا أوصل لهذا الهدف بشكل علمي وبشكل جماعي وليس انفرادي، اليوم لا يمكن اتحاد كرة لوحده أن يحقق هذا الهدف، مستحيل صح. مستحيل لو يحتاج لتكاتف الجميع، دعم القيادة رقم واحد، ميزانية رقم اثنين، عمل فني من قبل ناس من خبرات فنيين موجود. احنا اليوم بدنا ان نوضع هذه العوامل، مدرب جديد وصل، هناك خطه عمل لمده كذا سنه الان موجوده، دعم مادي موجود، مكافاه رؤيه للمكافآت والتصفيات القادمه موجوده، كلها وضعنا العوامل كلها تنفيذا للرؤيه الموضوعه. يبقى عاد التنفيذ ومعالجه الامور اثناء التنفيذ، يعني انت اليوم لين تعمل حطيت خطة شيء طيب، بس أثناء تنفيذ الخطة تواجهك معضل أكبر، تصحيحها كيف تعالجها وكيف سرعة التنفيذ بعد ما يعني تطيح في خطأ وكيف تعالجه بسرعة، هذه مكامن النجاح أيضا فيها. وفي تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى تجارب سابقة، تحتاج إلى نظرة بعيدة، ففيها عدة عوامل ونحن سننفذ إن شاء الله ما يعني يطمح إليه سمو الشيخ ناصر. فيما يخص الاستمرار على المدرسة الأوروبية، ماذا سيضيف في الفترة الأخيرة للكرة البحرينية خصوصا بعد الاستعانة بالبرتغالي سوزا؟
والله أعتقد المرحلة القادمة عنوانها شيئين، خلينا نقول التطوير والبناء. يعني اليوم يعني الاتحاد البحريني والرياضة أو كرة القدم قدرنا نخلق لنا جيل منذ السنوات الأخيرة، وفقت مملكة البحرين، ما بقول اتحاد كرة الوحدة بل مملكة البحرين، وفقنا بأن يكون في اهتمام في جيل 97-98 إهمال الأولمبي، وقدامة من اللاعبين اللي موجودين اللي كان مهتمين فيهم في حقبات سابقة منذ أن عملنا من 2004 في أوقات جيل 92 جيل 93 وانت رايح في أجيال تم الاهتمام فيها في بعض المراحل، إن كان في مرحلة الناشئين أو مرحلة الشباب، وبرزت فيها مواهب. والمواهب اللي برزت وتمت ماشي على خط إيجابي يعني خلينا نقول علمي صحيح تشوفها اليوم موجودة صحيح. من اللاعبين المميزين. وأنا أعتقد يعني الجانب العنصر البشري في مملكة البحرين بخير، يعني هذا ليس بشهادتي أنا، هاي بشهادة الخبراء الذين يأتون مملكة البحرين ويرون ما هو موجود من طاقة بشرية، وهذا فضل من الله سبحانه، والخامات موجودة والعمل من الأندية أيضا كذلك في هذه الذي أيضا يحتاج إلى تطوير ونهوض في الجانب الفئات العمرية وإلى آخره، فالكل يعمل اليوم، وأنا الوقت أعتقد لمكافأة المنجز ومحاسبة المقصر في كل مجال، ليس فقط على مستوى اتحاد الكرة بل أيضا في جميع القطاع بخص كرة القدم، في جميع قطاعات كرة القدم. جميل جدا. فيما يخص سعادة الشيخ ملف التجنيس الرياضي، هل أصبح واقعا خصوصا بعد تصريح مدير المنتخبات بأن نظم أي لاعب مكتسب للجنسية يعتمد على المدرب البرتغالي سوزا في الفترة القادمة؟ وشوف ظاهرة حصول على الجنسية ظاهرة ليس فقط عندنا ولا عند أي دولة خليجية ولا على مستوى العالم. إذا 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 لاعب موهوب أو موهبة تخدم كرة القدم وراح تخدم النادي أو تخدم المنتخب فهذا حق مشروع، وأيضا تمر في ضوابط وضع لها قانون الدولي وليس القانون المحلي. الاتحاد الدولي وضع قانون أو وضع تشريعات، متى ما واكبت أنت هذه التشريعات وهذه القوانين قدرت أن تنخرط في هذه المنظومة. ومنظومة كرة القدم تختلف عن الرياضات الأخرى، منظومة كرة القدم غير عن ألعاب القوة مثلا، منظومة كرة القدم غير عن السلة، فالمنظومة الاتحاد الدولي تختلف تماما عن الرياضات الأخرى، فيها شروط مختلفة، فيها ضوابط مختلفة. فكرة القدم يجب أن يكون لها دراية قانونية من ناحية اللوائح، وأيضا من ناحية فنية، جدول اللاعب كيف بيخدمني، كم سنة بيخدمني، إلى آخره من الجدول الفنية في الحصول على جنسية، وكل هذه اعتبارات يجب أن توضع وجلبها برؤية مدرب. متى ما وجد من يرى في المدرب ممكن أن نرى في منتخب البحر اليوم، إذا لم تشرك المدرب لن تنجح أي عملية تقيه. المدرب جزء أساسي من وضع الاستراتيجية على المدى البعيد. نعم. ممكن سؤال أخير سعادة الشيخ، من بعد ممكن المدرب عبد العزيز عبدو في المنتخب الأولمبي، أتحدث عن المنتخبات الكبار، المنتخب الأول والأولمبي، لم نرى المدرب البحريني يتواجد في هذه المنتخبات، هل هو بسبب عدم الثقة أو في أسباب أنتم وضعين؟ لا بالعكس، اليوم إذا بتشوف الاتحاد البحريني يعني طبعا نقول عملنا كثير للمدرب البحريني، يعني اليوم من جزء أساسي من عمل الاتحاد هو تطوير ونمو ودعم المدرب البحريني، وهذا هدف أساسي في المدربين، وأنا أقول لكم بالحين في السنوات الماضية عدد الدورات في المرحلة خلينا نقول الفترات الأخيرة دي السنوات الأخيرة زادت عن السنوات اللي قبل أضعاف، بتخصصات مختلفة، بدعم من الاتحادات القاري والدولي أيضا مضاعف. فالاتحاد البحريني يدعم كثيرا، وهذه ما أقولها أنا، ممكن تجيب إحصائيات وتتحكم نفسك كإعلامي وتحقق في هذا الموضوع، لأن اليوم المدرب البحريني يعطى حقه، وإحنا ترى أفضل من كثير من الدول في المنطقة. لا نتكلم عن المنتخبات الوطنية الحين، بقيكم منتخبات يعني كثير من دول المنطقة في المدرب البحريني. ليش؟ لأن أرجع حق مصطلح اللي أقول لك، الخامة البحرينية هي اللي فيها الخير والبركة، إن كانت لاعب، إن كان مدرب، إن كان إداري، إن كان مجلس إدارة، أيا كان، فنحن نؤمن بهذه النظرية. فإذا
إذا نقول المدرب البحريني لم يوجد على مستوى الأول الأولمبي، تفضل. يجب أن نكون واقعيين في التقييم. يعني اليوم يعني أنا لا يمكن أن أي مدرب في فريق أول وهو ما عنده شهادة مثلاً برو. ما أنا ما أقول لك طبعاً إذا عنده أي ما يقدر يصير برو، هي تسلسل. ليش؟ لأن هذه الآلية وضعت مو في المحلي، لا، على مستوى آسيا، على مستوى فيفا، على مستوى أوروبا، كل اتحاد قاري في درجات مثل الشهادة. فإذا ما عندك الشهادة الأعلى لا يمكنك تدرب. فإذا ونفس الوقت اليوم إذا بتوظف شخص في وظيفة معينة يقول لك وين السي في مالك؟ عطني السي في، لازم عندك خدمة هالكثر سنة. وإحنا اليوم مدرب بحريني طبعا كمستوى محلي نقول الحمد لله المدربين البحرينيين والله الحمد في أغلب الأندية اليوم لو ترجع 5 سنوات قبل ما تشوف عدد مدربين بحرينيين اللي تشوفه اليوم، فهذا شيء إيجابي. طغى العدد. أنا أعتقد الأيام القادمة بإمكان وجود مدربين بحرينيين في الأهلي. ليش؟ لأن الأساس ما كان صح قبل، ما كانت عندنا قاعدة مدرسة مثقفة وعندها الشهادات. الآن هي أنت درست ودربت السي والبي والأي والبرو، صار عندك عدد معين، يبقى عاد الحين صقل هالمواهب. يعني يوصل الأي أو يوصل البرو، كيف أنا أطور هالمدرب؟ أودي مثلا فترة معايشة في إكس مكان إكس نادي محترف يعيش يتجرب ويرد. ففي أنا أعتقد يعني نشوف البرو اليوم يمكن لا يقل عن أقل من 20 هناك خطط يعني. إيه يعني يجب أن نهتم فيهم أكثر وندعمهم أكثر، وأنا أعتقد سنشاهدهم في السنوات القادمة. وإحنا اليوم وجدنا طبعا الأجنبي أساسا اليوم، يعني المرحلة القادمة أنت تأتي بأجنبي ذو مستوى بحيث أنه يكون أيضا تهيئ لك بحرينيين موجودين للمستقبل، إن كان بدل 1 10، واحد من 10 بتصفى عليه تقول والله هذا يمكن بكرة يكون هو المدرب الناصب. ولكن أؤكد لك أن إحنا وجدنا الآن الفاونديشن أو البنية التحتية الأساسية، أن في المستقبل يجب أن السنوات القليلة القادمة لازم يكون في بحريني بإذن الله تعالى. ممكن إحنا سعادة الشيخ وصلنا الختام، ممكن رسالة توجهها للشارع الرياضي من خلال هذا المنبر؟ طبعا أول شيء أوجه الشكر إلى سيدي سمو الشيخ ناصر في الدعم المتواصل للاتحاد البحريني لكرة القدم، وسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أيضا، كذلك الجميع الجهات المعنية إن كانت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية. ونبشر الشارع الرياضي الاتحاد البحريني يعمل، ونبشر الشارع الرياضي أن هناك كثير من التطوير قادم لكرة القدم البحرينية بتوجيه القيادة الرياضية وعلى شق المسابقات وعلى شق المنتخبات. ونأمل إن شاء الله الدعم والمساندة في هذه المرحلة. الكرة البحرينية تحتاج إلى التفافة في المرحلة القادمة، تحتاج إلى دعم من وسائل الإعلام، تحتاج إلى دعم الجميع الحقيقة، خاصة أن المرحلة احنا دائما نقول سنة التصفيات، احنا داخلين في سنة التصفيات، هي أهم السنوات في النهوض بكرة القدم، ويجب أن نبدأ مبكرا لكي لا يفوتنا الفوت، لأن يجب أن نتعلم من الدرس السابق، لم نتأهل في الفترة السابقة، والآن هذه مرحلة قادمة ومهمة تحتاج التفافة وتحتاج إلى اهتمام وتحتاج إلى دعم من الجميع لكي نصل إلى الأهداف المرجوة. ختاما نشكر القناة الرياضية ونشكر أخوي عيسى على تواجدك معنا، ومشكورين على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح بعض الأسئلة والاستفسارات للرأي العام عن الكرة البحرينية، وشكرا جزيلا. في النهاية هذه واجبنا سعادة الشيخ، وأنا أشكرك على ممكن هذه المساحة اللي أعطيتنا إياها، ويعني إرحابة صدرك من خلال الإجابة على جميع الأسئلة ولم تتردد في الإجابة على أي سؤال. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا إلى الختام، كان معنا في هذا اللقاء الخاص سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم. نشوفكم إن شاء الله في لقاءات خاصة أخرى مع شخصيات رياضية قيادية في مملكة البحرين. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.